احنا معنا مراسلنا، مراسل قناة نادي الأهلي من فندق إقامة اللاعبين، مراسلنا أمير هشام. مساء الخير يا أمير. طيب حتى يأتي طبعا الصوت، أنا عايز أسألك يا أمير، إيه آخر أخبار عندك؟ وإدينا كده صورة عن ماذا يحدث داخل معسكر النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب المباراة. محمد، ومساء الخير على كل ضيوفك وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. خليني اقول لك يا محمد ان فريق النادي الاهلي اكيد خلاص بيستعد في هذه اللحظات لهذه المباراه الهامه جدا امام فريق الفيصلي الاردني في قبل نهائي البطوله العربيه. بالتالي النهارده كان في محاضره صباحا من قبل الكابتن حسام البدري، بالتحديد لو هنتكلم عن برنامج الفريق النهارده كان في محاضره صباحا بالنسبه للفريق. كابتن حسام البدري اتكلم طبعا مع لاعبي النادي الاهلي عن اهميه هذه المباراه. ايضا خليني اقول لك ان كابتن حسام البدري خلال الفترات اللي فاتت كان بيتابع، او بالتحديد عقب المباراه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي امام فريق نصر حسين داي، كان بيتابع فريق طبعا فيصل الاردني من خلال بعض لقطات الفيديو طبعا للوقوف على نقاط القوه والضعف لهذا الفريق. بالتالي الكابتن حسام البدري اصبح على درايه كامله بامكانيات هذا الفريق واللي ماشي بشكل كبير جدا بشكل جيد خلال هذه البطوله. قدر انه يفوز في 3 مباريات ويحصد 9 نقاط في المجموعه الاولى. بالتالي طبعا تركيز كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين. هرجع معاك لبرنامج الفريق النهارده. النهارده كان في طبعا الفطار بالنسبه لفريق النادي الاهلي صباحا، بعديه كان في محاضره مباشره من كابتن حسام البدري، ايضا كان في ميعاد الغداء بالنسبه للاعبين طبعا قبل هذه المباراه. خليني اقول لك النهارده هيكون في محاضره اخرى اخيره من قبل كابتن حسام البدري، هتكون بالتحديد في تمام الساعه 6 الا ربع، هتخلص 6 وربع وهو ميعاد تحرك الاتوبيس الخاص بلاعبي النادي الاهلي لملعب الجيش ببرج العرب، واللي بيبعد عن فندق الاقامه اللي احنا متواجدين فيه الان بحوالي 5 دقائق فقط. لكن خليني بالتحديد يا محمد اتكلم عن التشكيل المتوقع اللي ممكن كابتن حسام البدري يبتدي بيه هذه المباراه، خصوصا في ظل غياب بعض اللاعبين. خلاص تاكد غياب شريف اكرامي، حسام غالي، محمد نجيب وباسم علي. محمد نجيب بالتحديد كان عنده اصابه في العضله الضمه وبالتالي مش هيكون متواجد خلال هذه المباراه. لكن خليني اقول لك ان في حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي واللي كان بيشارك في المباريات السابقه. في خط الدفاع هيكون متواجد رامي ربيعه، ايضا هيكون بجواره محمد هاني هو الاقرب. كابتن حسام البدري بيفكر ما بين احمد فتحي ومحمد هاني اللي يجور رامي ربيعه كمساك، لكن الاقرب محمد هاني، خصوصا في ظل الفترات السابقه بشكل كبير كابتن حسام البدري كان بيحاول يعود محمد هاني على هذا المركز من خلال تبعتنا لتدريبات النادي الاهلي الدائمة. كان محمد هاني دايما بيبقى فيه تدريبات خاصة ليه من قبل الجهاز الفني وبالتحديد كابتن حسام البدري لتعويده على هذا المركز ان هو يقدر يؤدي به بشكل جيد. وكابتن حسام البدري شايف ان هو عنده الامكانية ان هو يكون متواجد في هذا المركز، مركز المساك. يبقى بالتالي محمد هاني هيكون متواجد جنب رامي ربيعة، ناحية اليمين هيكون متواجد احمد فتحي في ظل غياب باسم علي، ناحية الشمال هيكون الاقرب حسين السيد، علي معلول متواجد لكن الاقرب حسين السيد، خصوصا ان هو عنده جاهزية كبيرة جدا خلال المرحلة السابقة وقدر يشارك في آخر. طيب احنا لغاية لما رجع لنا تاني مراسلنا أمير هشام، يعني الصراحة كنت بتحدث مع الكابتن وليد صلاح الدين قبل اللقاء قبل دخولي الاستوديو على مشكلة المساك مين أو قلب الدفاع، فهو كان طرح فكرة محمد هاني. صراحة كابتن وليد اتكلم في نقطة مهمة جدا هنناقشها مع ضيوفي، ان محمد هاني عنده يعني البنيان القوي ما شاء الله، عنده طول، فدي بتفرق معاه في ان هو ممكن يلعب كقلب دفاع بشكل كويس قوي. لعيب صغير، واللعيب الصغير دايما بيبقى قادر انه يشارك في كذا مكان.